أبوي 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 يا ولدي يا ولدي اوعاك اوعاك يا خالد أبوي 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 قطعي القلب عاد يا مرارك يا سابرة اختم امرت وهي ام خالد دم مجاهد مش هيروح حضر وحدور على اللي قتله وحجيبه ومش حقبل عزاء غير لما اقتل اللي قتله خالد ايوه عمي تعال هنا لكش قاعدة وسط الحريم دم ابوك مالف رقبتك تعرفتوا اللي قتله كلنا عارفينه وانت اللي هتاخد طارق بيدك مش حد تاني بتتهم مين حاج هاشم بقتل اخوك بتهمش حد يا بيه ازاي بقى ده الحاج مجاهد اكيد له اعداء وخصوصا المنافسين ليه في انتخابات مجلس الشعب انت بتشك في حد معين بشكش في حد يا بيه عايزين نطلع له تصريح بالدفن يا باشا مش قبل ما نشرح الجثه ونعرف اسباب الوفاه الجثه مش هتتشرح واحنا اصحاب الشأن دي كانت طلقة طايشة في وسط معمعة الفرحة بفوزه في عضوية البرلمان ما نعرفش مين اللي ضربها يا باشا اكرام المية الدفن هو تكونوا ناويين تاخدوا بالطار انا مش عايز مشاكل في البلد ده يا بيه عوضنا على الله وكل نفس حتدوق الموت وده قدر ربنا وقدره ماشي يا حاج هاشم انا هطلع لك تصريح هتعملوا العزاء امتى يا جماعة ده انا نسيت اقول لكم حتة خبر انا سجلت اسمائنا كلها في اسرة النور من النهاردة هنبقى كلنا في اسرة واحدة اسرة ايه دي؟ ما قالتلك يا دودو اسرة النور وبعدين بقى انت اللي هتبقي المقررة الرياضية بتاعتها يا سلام ده على اساس ان انا كل يوم باجي الجامعة بمضرب التنس مش كده؟ ايه ده؟ الشاي خفيف قوي وانا زي الحبر قدامك اهو الله يخرب بيتك يا خالد الله يخرب بيتك عودتني اشرب الشاي الصعيدي زيك انت بتشوفي ماجد يا بنت اللئيمه انت ايه ما صدقت ان هو خلاص ساب الهام عايزه تشبطي في الواد اوام اهدي شويه يعني لحد دموعه تنشف من على خده انتوا ايه يا جماعه هي دي كل اهتماماتكم واحد تصطادوه تتجوزوه تخلفوا منه عيال على طول كده وحياه ابوك يا سام ما تعيشيش علينا احنا جايز نكون بنحب دور المثقفين المتحررين بس ده برضو ما يمنعش يعني ان احنا هنموت على عريس ما تعمميش القاعده لو سمحتي انا عن نفسي بفكر بطريقه مختلفه عن الكلام ده في حاجات في الدنيا اهم بكتير من الجواز والعريس اللي يجي يحطني في امهم ويقفل عليا بالضبه والمفتاح ما يقفل يا ستي راجل من حقه يتحكم فينا ايه يا بنتي اللي انت فيه ده انت واللي زيك بالطريقه دي بتسيوا قضيتنا قضيتكم يا نهار كوبيا ده انت قلبتيه فيلم رعب دماغك دي اللي هتوديكي في داهيه بقول لك ايه خلينا احنا في احلامنا الورديه ما قلتليش حاطه عينك على مين حاطه عينك على مين
ايه الجو ده؟ انا مش قادره اصدق انتوا قاعدين كده تنقوا العرسان وتفرقوهم عليكم، ايه ده؟ قوليلي والنبي، محدش فاهم حاجه. اديكم مثال بسيط، اقرب حاجه جوز اختي، مش كفايه ان هو عامل فيها سي السيد وقاعد في البيت لازق لنا، لا ده عمال يحتل في البيت حته في حته لغايه لما مش عارفين نروح فين. عشان كده طفشتي وجيتي سكنتي معانا. طفشتي؟ اسمها طفشتي؟ اشوف فيك يوم اخبر يا رانيا انت وخالد ابن صبره قادر يا كريم. لا قولي لي يا سهان، تطفشتي ليه صحيح؟ طب يا جماعه انا بقى استاذن عشان عندي بروف في الترابيزه النهارده. ايه ده بجد؟ عندكم حاجه تعرضوها جديده؟ اه غاده الكاميليا. عندكم شباب ونسف، عايز عريس. يا انت بتحلم بميسي؟ انت كمان. عين بس انت صباح الفل يا امه. صباح النور. يلا يا عيال، يلا يا بنت قوم، يلا يا واد قوموا عشان تطفحوا. يلا وانتوا وراكوا حاجه غير الاكل؟ قوم يا واد، مالك متنح كده ليه؟ قوم يلا يلا يا اخوي. يلا كاكل هم انتوا وابوكوا، انتوا وراكوا حاجه غير كده؟ اوف الحمد لله. كل يا واد. الله كده يما بتاكلوا من غيري يما؟ اعمل لك ايه؟ ما انت بتتهب بتقعد بالساعة جوه، بتهب ايه؟ بتغسل كرشة؟ ايه ده انت هو ده؟ انت عمال تعمل في طريقة؟ انت قد ايه الفلوس على وشك؟ هتحط عيش يا شوقي. هتحط عيش. لا لا. الغباء ده، يعني مفيش عيش كده يا اما؟ اه مفيش. على رأي المثل، اطبخي يا جارية كلف يا سيدي. ولا يا ابني هلاقيها منك ولا من اخواتك ولا من ابوك اللي من امبارح لحد دلوقتي ما رجعش، ولا كان الكلب واكل له عجين. يا ام موشح كل يوم زهقت منه وحفظته. انا هنزل شغل دلوقتي من غير فطار؟ ابقى اشتري لك يا اخويا شقتين فول وكلهم مع على ضيشه، ما تعمليش بقى فيها فيلم. يا ام انت خليتيلي فلوس اجيب بيها البان. يا ام يا ام انا مش لاقي اكل منك يا ام، حرام عليكم. هو انتوا جبتونا عشان تعذبونا؟ يا ساتر يا رب. حرام عليا؟ حرمت عليك عيشتك. طلع لابوك ده، هي فيك وفي ابوك، هتجيبه يعني منين؟ ياما ياما. ايه في ايه يا واد؟ بتزعق كده ليه يا دنايا؟ في حوار كل يوم ياما، في تقليبة كل يوم ياما. ياما انا بجيب فلوس من غير رجليه، اللي بيجريهم؟ انا يا دنايا اللي بجريهم؟ اديتهم لاختك عشان تجيب لنا خضار للغدا. وانا مالي ومالي الغدا؟ انا بتغدى بره اساسا. يا واد ابوك ما بيخشش عليا بعود جرجير واحد، هاكل اخواتك بس منين يا ربي؟ يا عيش يا عيش، ده انا كل يوم بصرف لك 10 جنيه. هيعملوا ايه يا دنايا يا روح عيش ال 10 جنيه؟ هيجيبوا ايه يا اخويا؟ ولا حاجه. وبعدين بقى المفروض انك انت تصرف عليا انا واخواتك. اه كبرناك وخليناك زي العجل اهو، وخدت الثانوية ودخلت الجامعة ومرضناش انك تخش حتى صنايع وتبقى نقاش قد الدنيا. بقيت وزير الصحة انا دلوقتي، ولا دخلتوني انتوا الجامعة الامريكية؟ ما هو كله بفلوسي. وبدعاية يا ابن المسطول. طالعة. عايز انت كمان. روح يا اخويا، شفت حشاكيلك. اديتو. ايوه يا ابني. الحق يا طلعت، ابوك بيتخانق وبينصبت على القهوه. ياسمين من عادل جعير. ابو مين بيتخانق؟ يا لهوي. قول للحاره حتى اللي هيخش بيته مش هينجى من طلعت. ابوك بيتكلم وانت قاعد لي هنا يا موكوس. يا اما سيبيني، مالكيش دعوه بيا. يا واد هجيب حد طيب. تيجي معايا فين يا اما؟ افتح الدش هتشوفي كل حاجه، مش هتعرفي الحاره دي، هزيحها على بعضها. عايز اشوف ابوك وهو بيتضرب.
انك انت هنا مالكيش دعوه بيا ولا هتزعلي مني يا حاره. ثلاثه يا موجود كتك ليله هتزعلي يا حاره. وات يا طلعت انت يا واد وات يا خلعت هتزعلي يا حاره. طلعت نزل يا حاره. انت فين يابا؟ انت فين يابا؟ مالك يابا؟ مالك؟ شفت اللي حصل يا طلعت؟ ايه يابا اللي حصل؟ عادل الجعير ماله؟ كنا بنلعب كوتشين على فلوس. اه كنت بغلبه على طول. اه وجيت من شويه خسرت كل فلوسي. بعدين قلت له كفينا يا جعير. عمل اللي عمله ده. طلعت هات لي حقي يا طلعت هات لي حقي. لما انت حبي كده يابا ما ضربتش الجعير ليه يابا؟ هات لي حقي يا طلعت عرفه ان مرسي ما خلفش بنات. بنات؟ بنات ايه يابا؟ يا جعير يا جعير انزل يا جعير. النسوان بس هي اللي بتستخبى يا جعير. طلعت واقف لوحده تحت يا جعير. لو كنت دخل انزل يا جعير. طلعت واقف لك في الشارع يا جعير. يا جعير انزل موت لوحدك بدل ما موتك انت وعيالك. ليه يا ابني مرسي؟ انت بتقول لي مين يا دنزل يا كنت دكر؟ ليه لا؟ ايوه بقول لك انت. حد قال لك طلعت بيخاف من البطيخ؟ انزل يا جعير. انزل اللي عرفك مقامك. انت هادي اللي هتعرفني مقامي يا حالتها؟ طيب انا بقى هنزل لك اصغر عيل عندي عشان يعرفك مقامك. يا زيكس يا زيكس انزل لا تشوف الواد السيس ده وهات لي حته من قطره وعرفه مين عادل الجعير. ينزل زيكس نازل اللي تنزله. طلعت ما بيخافش من بني ادمين. ماشي يا حالتها. وينفع كده زيكس؟ اه ينفع وهتتضرب. يا زيكس احنا الشباب زي بعض يا زيكس وانت هتفهمنا يا زيكس. ينفع عم عادل كده يا زيكس؟ ينفع اللي بيعمله ده مع ابويا؟ يعني ينفع يضرب ابويا؟ ينفع عم بعض نضرب بعض كده يا زيكس واحنا واقفين وانت راجل وفاهم يا زيكس؟ يا زيكس ابوك ضرب ابويا يا زيكس اعمل ايه انا؟ وبعدين يا زيكس ما انا جاي لك وانا عارف انك هتحل يعني يا زيكس. بص يا زيكس عشان ما تقولش طلعت ما كبرليش امسك يا زيكس قدم انت ابوك يا زيكس. انا مش هتدخل انا اهو زي ما جيت زي ما طلعت. يلا يابا يلا يابا. طلعت ايه قطعتهم يا طلعت؟ هتشوف زيكس هيعمل ايه يابا؟ جدع طلع. خد ابنك يا مرسي بقى وغطيه. جدع عادي زيكس اطلع يا واد يا حبيب ابوك اطلع. لسه فاكر ايام الجامعه؟ طبعا ودي ايه بتدسي. فاكره الدكتور عبد الجواد لما طردني بسببك؟ لا بسبب الكشكول. انا منظري كان وحش. والله بس كانت ايام جميله. هاي ماما. هاي حبيبي هاي. اهلا يا استاذ فؤاد. ازيك يا لؤي يا حبيبي اخبارك ايه وحشتني؟ انا كويس الحمد لله. طيب عليك انت ماما. اجهز لك الاكل؟ لا يا حبيبتي خليك قاعده مرتاحه. شكله كده ما يكونش يعني متضايق انه لقاني قاعد معاكي. لا يا فؤاد لا هو متضايق كده من ساعه حكايه بابا. لو كان موضوع العربيه بتاعته اللي اتحجز عليها مضايقه انا مستعد اجيب له واحده جديده. للدرجه دي بتعزنا؟ طبعا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا ترضيكي. قصدي يعني ترضيكم. منور يا انك. سي يا حبيبي شكرا. اخباركم بقى على ماتش هايل. حبيبي لؤي انت متضايق من حاجه؟ لا يا حبيبتي خالص. على فكره مش من الذوق انك تتصرف بالهمجيه دي وانك فؤاد قاعد هنا. ومش من الذوق برضه ان حاجات تانيه تحصل. بعد اذنكم. لا اذا سمحت الولد غلطه لازم يتاسف لك. انا مش هتاسف لاني ما غلطتش في حد. انتوا اللي بتعملوا حاجات غريبه كده انا مش فاهمها وخصوصا بعد ظروف بابا وسافروا بره. انا ماشي. لا يا فؤاد استني يا فؤاد انا مش عارفه الولد بيتصرف بالطريقه الهمجيه دي ليه. ممكن فؤاد يا ريت حضرتك ما تبقاش تيجي هنا تاني وخصوصا وانا مش موجود. انا متاسفه متاسفه يا فؤاد. فؤاد
منير الجابر يرشح نفسه في الانتخابات بعد يومين. طبعا انتوا عارفين ان هو اللي قتل اخويا مجاهد. طب وايه العمل يا حاج؟ عضويه البرلمان مش لازم تطلع من الحدايد ابدا. ها لازم نرشح واحد من هنا. مفيش كبير غيرك، انت كبير الحدايد بعد المرحوم. لازم نحرق قلبه منير على ولده، وانت اللي بيدك هتاخد طارك يا ولدي. اه بس يا عم احنا ما نعرفش مين اللي قتل ابوه. وهو في غيره؟ اكيد منير الجابر هو اللي وزع على قتل ابوه. يعني منير غبي للدرجه دي يقتل ابوي بعد فوزي بالعضويه بساعات؟ قصدك ايه؟ معناته ايه الكلام ده؟ يعني مش هاخد بطار وقت الفتح القاضي من غير دليل. انت اتجننت؟ يبقى مش عايز تقتل بايديك. يعني ما عاوزش اقتل حد، مش عشان فتح صاحبي، له عشان مش متاكد ان ابوه اللي قتل ابوه. الكلام الفارغ ده ملوش عازه. انت هتقتل بايديك والا هتلبسنا الطلع وتعيشنا في العار طول العمر. هتقتل بايديك يعني هتقتل بايديك، وبكره وهو بيفتح له المحل الجديد، والا تبقى انت لا ابن اخوي ولا اعرفك. بينا يا رجاله بينا. الكلام الماسخ اللي سمعته ده يما انا بطل كلام العفش ده. تمشي مع عمك ورجاله من سكات، يا اما تاخد بطار ابوك يا اما ورحمه ابوك الغالي. لا هتبقى ولدي ولا اعرفك يوم الدين يا أقول. أيوة أبوي. اسمع حديثي ده زين يا ولدي، أنا فتحت لك المحل ده علشان تبعد عن الولد الزفتي ده اللي اسمه خالد، ومن هنا ورايح لا تعرفه ولا تكلمه وتبعد عنه نهائي، وتنشغل في دراستك وشغلك وتنشغل عنه وعن عيلته. دول يا ولدي فاكرين إن أنا اللي وزيت على قتله. أمال مين اللي قتله أبوي؟ واه ولا شعرفني عاد. Yeah.
هاخد طريقي واغسل عاري يا خالد. ما قدرش يا عم. ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ما قدرش تاخد بطل ابوك؟ انا ما اعرفش مين اللي قتل ابوك. ما حدش له مصلحه في قتل ابوك غير منير القاضي. ده مش دليل. ما تكوحش في الكلام ونفذ اللي بقول لك. ما قدرش يعني ايه؟ هتحط راسنا في الطين وتشعرنا العار طول العمر؟ اغفل اللي قدامي هقتلك هقتلك هقتلك. اطفو عليك ولد، اطفو عليك عيل، اطلع بغوري، اطفو عليك. عارف انك مش هتقدر، بس قلت يمكن يتنحرر اللي متبوح على يده. ما قدرتش اقتل يمه لا فتح ولا غيره. افهميني يمه، بعد يدك عني ما تلمسنيش. لا انت ولدي ولا اعرفك، متبريه منك يوم الدين، وكمان ما تقعدش في بيتي. ده بيتي وبيت ابوه، مالكش حق فيه. طب اديني حق في ورث ابوه. انت مش ولد مجاهد الحداد ومالكش حق عندي. انت من 5 دقايق تلم حاجتك واطلع مش فاكش قدامي. هتفضل على الحال ده كتير؟ انا تعبان يا سوسو، تعبان بجد. حتى الواد ده انا باجي هنا على فكره على قفايا، هو اللي بيحاسب. هيسافر بكره، ممكن مقدرش اجي هنا تاني. طب وايه يعني؟ هو احنا كنا اتعرفنا على بعض هنا يا حبيبي؟ انت تقابلني في اي حته انت عاوزها. خلاص يا سوسو، جيم اوفر. حتى ده كمان مبقاش ينفع. اي مكان هنخرج فيه مع بعض محتاج فلوس، وانا مبقاش معايا فلوس. انا حتى تمن التاكسي اللي هاخده عشان اروح بالجامعه ما معايش تمن. اركب مترو، اركب ميكروباص، الدنيا ما تهدتش يعني. اعمل زي ما خليق ربنا. ميكروباص؟ انا اركب ميكروباص؟ يا بنتي ده انا عندي 23 سنه، عمري في حياتي ما ركبت اللي اسمه الميكروباص ده. انا مش عارف الناس بتركب الصندوق ده ازاي؟ ازاي بتقعد جواه يعني؟ عايزين اخش جواهم واتزاحم معاهم واشم ريحه عرقهم والقرف اللي هم فيها.
استنى كده لما افتكر، اصلا عندي 21 سنه وطول عمري ما بركبش غير الميكروباص وسط الزحمه والقرف والعرق. يوه بس ما باخدش بالي. انا لازم اشوف حل انا فيه ده. هتعمل ايه يعني؟ مش عارف بس لازم اشوف حل. انا ما بقتش فاهمه منك حاجه. انا حبيبتي قمر ولازم ولا بس لسه ناس بتنزل. عادي بقى خد اشربي. عايز اخد في الحب. هتقول له انت بقى ولا ايه؟ لخص لي لخص لي. بص يا عم ماجد، انا ماليش دعوه بالحوار ده. مش هتتكلم في قاعد في البيت هو مرتاح واحنا عمالين نلفف له على شقه. خلاص يا عم خلاص يا عم خلاص، انا هتصرف. بقول لك يا غالي، كان يعني طلباتنا موجوده. انا بقى عايز اسالكوا سؤال لان انا مش فاهم حاجه من الحوار كده. اشمعنى بقى عايزين الشقه في حته مقطوعه؟ ما هو احنا اصل بص يا اسطى، الواد يعني انت عارف الامتحانات قربت، هو عايز يذاكر ويركز، فمحتاجينها في حته هاديه يعني. اه الواد اللي هيسكن ده من الصعيد؟ يا عم من الصعيد ولا من اي حته، مالك ايه؟ بقول لك ايه يا غالي، من الواضح كده ان الفار بيلعب في عبك، فانا حنجز عشان ما بحبش الحوارات الكتير. انا هديك الناهيه. عليك نور، قول لي المفيد بقى. بص يا غالي، الناهيه اقرب من الكرداسه. الواد ده بصراحه كده عليه طار، وعايزين نقعده في حته محدش يوصل له ولا حد يعرف حاجه عنه، يخلص امتحاناته ويتكل على الله. حس كده بقى ملوش عندي مطار. ليه بس يا غالي؟ ليه؟ ليه؟ ده الواد على فكره، الواد ده مش شيطان، الواد ده ما قتلش حد، بس هو دخل في لعبه بقى الطار وحاجات الصعايده، انت فاهم الليله دي؟ الواد كويس غلبان يعني، هنقف جنبه، هنجيب له شقه يقعد يخلص جامعته ويتكل على الله. مالك فيه ايه؟ ده يا سيدي المعلمين. بعدين ده ماجد من الشباب المجدع اللي هيعجبوك قوي، والكلام في التاني برضه صاحبي، وانا قايل لهم ان المعلم طلبه هو اللي هيظبط لكم كل حاجه. يا عم واذا حصل اي عوق او اي مصيبه او اي داهيه اعمل ايه؟ اسمع، لو حصلت حاجه مفيش قدامي غيرك يا طلعت، هقطع رقبتك، فاهم؟ عيب عليك يا سيدي الناس. عندي يا عم ما تقلقش، مفيش حاجه شمال في الموضوع، على ضمانت انا كمان. يلا بينا. طب استنى، طب هنروح كده من غير الكلام فما يجي يتفرج معانا؟ يا عم كلمه قول له جه لنا عناصر زمان ونزل اصلا. يلا كلمه. مش عارف يلا يا عم الواد مشي يلا عشان تحاول. يلا اتفضلوا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى وانت داخل انت وهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الشقه دي بقى 90 متر بتبص على بحري من هنا. انت مش فاهم يا طلبه، انا مش عايز حاجه على البحر يا سيدي. الشمس بتخشها طول اليوم. انا ما عايز شمس. انا امال عايز ايه؟ انا عايز اقعد في حته مقطوعه. يا عم شوف له حاجة أهدى من كده شوية يا عم طلبة. أهدى من كده إيه يا بقف؟ ده إحنا في نهي يعني تقتل فيها القتيل محدش يحس بيك. أيوه هو ده طلبة كده. زينة زينة مين ياض لشوقك؟ زينة يعني حلوة. حلوة مين ياض؟ يعني الشقة مش بطالة يا طلعت. في إيه؟ آه ركبت لي أعصابي. خد المفتاح أهو. اسمع، تبعت شهرين مع طلعت ومعاهم صورة البطاقة بتاعتك. طب يا عم طلبة شهرين مقدور عليهم، انما يعني ايه لزوم البطاقه عاد؟ لزوم البطاقه يعني ايه؟ خلاص خلاص، انا هبقى اديك البطاقه بتاعتي وتبقى اعمل عقد بتاع الشقه باسمي. انا مش فاهم حاجه. خليك في حالك يا غالي. ماشي يا عم، صرفوا زي ما انت عايزين. ابعت الفلوس وصوره البطاقه مع طلعت، انا مستنيك يا طلعت. طياره وراك يا برنج العالم. لا قول لي بقى يا عم خالد، مالك كده من ساعه ما رحت البلد يومين وانت حالك مش شقلب؟ ياد ده انت واخد الدنيا بصدرك. انا بس واصحى احكي لك الحديد من اوله لاخره. حديدك ماسخ وبايخ وغبي. يلا يلا يا اخويا، يلا يلا. سلام يا غالي. قد ماسخ. سلام. وانا خير. سلام. بقول لك يا طلع، ها هو التلفزيون ده شغال؟ جرب يا حبيبي.